حاجه في الجزء بتاع الريد بلس سيلز، واهم حاجه مهمه جدا اللي هي البي كوربسكولار فالفز. البي كوربسكولار فالفز اول حاجه بالنسبه لي اللي هي البي كوربسكولار فوليا اللي هو الاف سي بي، بي كوربسكولار فوليا. تمام، بيساوي ايه بي كوربسكولار فوليا؟ بيساوي البي سي بي على الريد بلس كاونت في 10. تمام، يديني الاف سي بي بالفيمتوليتر، بيتقاس بحاجه اسمها الفيمتوليتر. تمام، بقسم انا البي سي بي على الريد بلس كاونت بضربه كام؟ في 10، يديني الفيمتوليتر. ماشي، بقسم البي سي بي الباكسيد بوليا على الريد بلس كاونت، تمام، واضربه في ايه؟ واضربه في 10 يديني الاي بي سي بي. عايز اعمل المثال، البي سي بي مثلا 30% خلاص، والريد بلس كاونت 5 مليون، عايز اعمل الاي بي سي بي اعمل ايه؟ هقسم 30 وانسى المية، هقسم 30 30 بس على الخمسة. هنا مكتوب خمسة كام؟ خمسة 10 × 6، يبقى 30 على 5. تمام؟ يبقى كام؟ 6 × 10. والله جبتها في الامتحان. تمام؟ عملوا ايه؟ عملوا 30 على 100 3 من 10، وضربوا 5 × 10 × 6. تمام؟ وقالوا عايزين كالكوليتر، وقلت لهم اللي يستعمل الكالكوليتر حط له صفر. تمام؟ والله قول يا بقى. انا عايز احسب الام سي بي. الام سي بي بطلعه من ايه؟ بطلعه من الريد بلس كاونت، وبطلعه من البي سي بي. بقسم البي سي بي على الريد بلس كاونت ب 10، يديني الام سي بي. تمام؟ الريد بلس البي سي بي مثلا 30 مثلا، احط 30 بس، ما احطش 30%، احط 30. الريد بلس كاونت 5 مليون مثلا، احط الخمسه بس وانسى ال 10 و 6، انسى المليون، يبقى 5 بس، يبقى 30 على 5 6 في 10 60، ولازم تكتب لي جنبها اف ال، فهمتوا ليتر؟ تمام؟ لازم تكتب لي جنبها اف ال. نعم، مايكرو ليتر. مايكرو ليتر، اليو ال اختصار مايكرو ليتر. المايكرو ليتر بتساوي الكيوبك مليمتر، الملي بيساوي 1000 مايكرو ليتر، والملي بيساوي 1000 كيوبك مليمتر. تمام؟ الملي الكيوبك مليمتر اللي انت بتكتبه، تكتب مثلا ريد بلس الكاونت 5 مليون بير كيوبك مليمتر، ام ام كيوبك مليمتر، هي نفسها المايكروليتر، بنسميها. تمام؟ فبالتالي انا هنا بعمل ايه؟ زي ما قلت لكم كده، الريزلت بتطلع بالفيرتو ليتر، تمام؟ الفيرتو ليتر ده عباره عن ايه؟ اللتر، بيساوي 1000 مل، بيساوي كام؟ المل بيساوي 1000 مايكروليتر، 1000 مايكروليتر. المايكروليتر بيساوي 1000 نانوليتر. النانوليتر بيساوي 1000 بيكوليتر. البيكوليتر بيساوي 1000 فيمتوليتر. نعم؟ خلاص مش عليكم. خلاص؟ يبقى انت كل ما في الامر بتقسم البي سي بي على الريد بلس الكاونت في 10، يدي لك الام سي بي بالفيمتوليتر. على سبيل المثال في الكتل، الام سي بي من 40 ل 60 فيمتوليتر، لو طلعت الام سي بي اقل من 40، اقول عليها مايكرو سيتك، ريد بلس سيلز. الريد بلس سيلز سمولر ذان نورمال، مايكرو سيتك ريد بلس سيلز. لو طلعت اكبر من ال 60، اقول عليها ماكرو سيتك. ده في الكاتل مثلا،
بقول عليها ماكروسيتيك ريد بلاد سيلز، اقول عليها ماكروسيتيك انيميا ماكروسيتيك، تمام؟ فبالتالي الام سي بي بيقسم لي الريد بلاد سيلز لثلاث انواع، تمام؟ مايكروسيتيك ماكروسيتيك نورموسيتيك، تمام؟ مايكروسيتيك هنقولها بعدين، ماكروسيتيك نورموسيتيك. فدي اول حاجه الديفينيشن بتاع الام سي بي. الميكرو ماسكولار هيموجلوبين اللي هو عباره عن ايه؟ وزن خلاص؟ وزن الهيموجلوبين، متوسط وزن الهيموجلوبين داخل خليه الدم الحمراء لوحده. افريج ويت اوف هيموجلوبين انسايد سنجل ريد بلاد سيل. افريج ويت اوف هيموجلوبين، تمام؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن ام سي اتش. بحسبه ازاي ام سي اتش؟ بقسم الهيموجلوبين على الريد بلاد سيل كاونت واضربه في كام؟ واضربه في 10. واضربه في 10، تمام؟ في الحاله دي لو الهيموجلوبين مثلا طالع عندي 12 والريد بلاد سيل كاونت طالع عندي 6 مليون، يبقى لو ده 12 جرام بالدي سي ليزر ده 6 مليون، يبقى 12 على 6 10 ب 20 بيكو جرام، ب 20 بيكو جرام، بيكو جرام، تمام؟ ال 20 دي ده مثال، ده مثال للكالكوليشن بتاعه ال، انا بديكم مثال بقول لكم لو كذا، لكن هي الصح اذا كنت مش حاطط الكونسنتريشن هنا وتحط الريد بلس كاونت هنا تقسمهم على بعض تطلع الرزق تضربها في 10 تديلك الام سي اتش بميكرو جرام. الام سي اتش ده بيعكس لي وزن الهيموجلوبين داخل خليه الدم الحمراء. دي نورمال ليفل برضه. دي نورمال ليفل. لو قال لي على النورمال ليفل بقول عليه هايبو كرومي. بقول عليه هايبو كرومي. هايبو كرومي. ولو هو نورمال بقول عليه نورمو كرومي. يعني لو طالع وزن ذا نورمال ريت بقول عليه نورمو كرومي. نورمو كرومك. طب هل في انيميا؟ بعدين انا بتكلم عن الانيميا. هل في انيميا ممكن تبقى نورمو سيتيك؟ نورمو كرومك؟ يعني بريد بلس الكاونت نازل قليل. والهيموجلوبين مثلا نازل والخليه نورمو سيتيك نورمو كرومك؟ ايوه في طبعا انيميا اللي هي الانيميا اللي بيحصل فيها ديبريشن للبوب مارك. الحاله دي اللي بيقل عندي العدد. بيقل عندي العدد. لكن كميه الهيموجلوبين اللي موجوده في الخليه ما تاثرتش. ماشي؟ يبقى في الحاله دي لما يحصل هيموريج بلس الهيموريج في بدايته، تمام؟ لسه بيكون فرق ما استكاش وطلع الخلايا الليمفاتيور، بلاقي في الحاله دي نقص في العدد بس، يبقى دور بروسيتيك دور كروبيك. انيميا اوف انفلاميشن، هناخد بعدين الانفلاميشن يعمل انيميا، الانفلاميشن يعمل انيميا، تمام؟ فبالتالي ممكن تبقى دور بروسيتيك دور كروبيك، يبقى ده فايده ان انا يعني اعرف الحاجات دي حلوه. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الام سي اتش سي اللي هو البيت كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. بيت كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن ده بحسبه ازاي؟ بحسب الهيموجلوبين على البي سي بي، تمام؟ وبعدين بضربه في ريل عشان ده بيرس ده لسه تمام؟ ده عباره عن البرسنتج اوف هيموجلوبين ان اسنجل ريد بلاد سيل، نسبة الهيموجلوبين اللي موجودة. يبقى الفرق بين الام سي اتش سي والفرق بين الام سي اتش، الام سي اتش وزن الهيموجلوبين ويت، والام سي اتش سي بيرسنت اوف هيموجلوبين، نسبة الهيموجلوبين قد ايه في خلية الدم الحمراء الواحدة، نسبته قد ايه؟ ده اللي هو الام سي اتش سي. بحسبه ازاي؟ بقسم الهيموجلوبين على البي سي بي واضربه في كام؟ واضربه في 100، اديني اللي هو الام سي اتش سي، اديني الام سي اتش سي. بيطلع برضه بالجرام بالدي سي ليتر او بيرسنت، يعني تكتبه بيرسنت او تكتبه جرام بير دي سي ليتر، تمام؟ في الحاله دي بيدي لك اللي هو اللي هو الاي سي اتش سي، ماشي؟ طبعا برضه لو عايز مثلا تسليه تحتاج كالكوليتور اللي بيبقى مثلا لو الهيموجلوبين مثلا 12 وده 30 يبقى بالتالي لما باجي احسبه بحتاج ايه؟ بحتاج كالكوليتور واضرب في 100 عشان يديني اللي هو الجيل اللي هو الام سي ده تعريف الميكرو باسكولار فوليوم، تمام؟ زي ما قلنا بنقسم الريد بلاد سيلز لنورمو سيتيك مايكرو سيتيك ماكرو سيتيك. ده الميكرو باسكولار هيموجلوبين
وبيقسم لي وده نيوكو باسلر والجلوبال كونسنتريشن. الاثنين دول بيقسموا لي الريد باسلز الى نورمال كروميك هايبر كروميك هايبر كروميك ريد باسلز. يبقى الام سي في لوحده بيعكس لي السايز، والام سي اتش والام سي اتش سي بيعكس لي الستيل، بيعكس لي ايه الستيل.